أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من بين عواصم القرار. مناورات عسكرية للحلف الأطلسي في المتوسط، ومناورات روسية وإيرانية في وقت واحد، فهل تستفيد منها دمشق؟ هل كل هذه المناورات المتزامنة استعراض للقوة أم رسائل سياسية؟ وكيف ترصدها تل أبيب عسكريا واستراتيجيا؟ مناورات عسكرية بالجملة دلالاتها ورسائلها مع منذر سليمان من واشنطن، ومن موسكو سلام العبيدي، من دمشق ديما نصيف، من بيروت قاسم عز الدين، ومن بيت لحم ناصر اللحم. نبدأ من موسكو وتطور المفاجئ وزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو مع الزميل سلام العبيدي. أهلا بك سلام وبكل مندوبي الميادين. إذن هذه الزيارة شكلت حدثا استثنائيا ومهما جدا، واستحوذت على الاهتمام إن كان على الصعيد الإعلامي والسياسي الإقليمي والدولي. ماذا سيترتب عسكريا وسياسيا على هذه القمة الروسية السورية؟ هل هي رسالة تحدي؟ وإلى يعني ما هي الرسائل التي أرادت أن توجهها موسكو من خلال هذه القمة؟ مساء الخير لك ولبقية زملائي ولمشاهدينا الكرام في كل مكان. بالفعل هذه واحدة من المفاجآت الأخيرة التي نراها من روسيا، كانت قبل ذلك مفاجآت في الأمم المتحدة، واليوم يعني نحن أصبحنا شهود عيان لمفاجأة جديدة من الحجم الكبير إن صح التعبير. في الواقع في روسيا يتحدثون يعني في أوساط قريبة من الكرملين وفي أوساط من المحللين والدبلوماسيين والبرلمانيين يتحدثون عن أهمية هذه الزيارة، كون أن الرئيس بشار الأسد هو رئيس دولة تعيش حالة حرب، حرب ضروس، لكن وجد فرصة وإمكانية لأن يأتي إلى موسكو بدعوة من الرئيس طبعا بوتين، كما علمنا من تصريح الرئيس الروسي نفسه، بدعوة من الرئيس بوتين. هذه الزيارة بحد ذاتها هي بمثابة إشارة إلى العالم، يعني لها رمزية كبيرة أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو من قبل الرئيس بوتين، ليؤكد الكرملين أنه متمسك بالرئيس بشار الأسد، وأن بوتين يرى في الرئيس السوري رفيق درب في الحرب على الإرهاب، لا سيما أن روسيا كانت دائما خاصة في عهد الرئيس بوتين تعتبر الإرهاب من أكبر التهديدات بالنسبة لها، إضافة إلى تهديدات أخرى متمثلة بالدرجة الأولى بتوسع حلف شمال الأطلسي ومحاولة الولايات المتحدة الانفراد على الساحة الدولية وبالقرار الدولي، وكما يعتقد في موسكو ضرب الأعراف الدولية عرض الحائط. لذلك لهذه الزيارة يعني معان كثيرة ومدلولات كثيرة، لعل أهمها ما سمعناه من مصادر موثوقة لا سيما من رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد، وهو المجلس الأعلى في البرلمان الروسي الذي هو خول الرئيس الروسي باستخدام القوى العسكرية في سوريا. سمعنا من رئيس هذه اللجنة كلاما يقول فيه إن هذه الزيارة تعني أن موسكو ستمضي قدما في عملياتها العسكرية في سوريا، وستضاعف وتكثف هذه العملية لتدعم الجيش السوري وحلفاء الجيش السوري على الأرض في المضي قدما في كسر شوكة الإرهاب والجماعات المسلحة، لكي يلج يعني تلج الدولة السورية، يلج الرئيس السوري
أي عملية سلمية محتملة في المستقبل، الروس يتمنون أن يكون هذا المستقبل قريبا، طيب يجب من منطلق قوة لكي يثبت أنه هو الرئيس الشرعي، سلام. وهذا لا تشكك فيه روسيا في نعم محاربة طيب الإرهاب وفي قيادة الدولة السورية حتى في المرحلة نعم الانتقالية. سلام. بعد هذه الزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان اتصل بعدد من الرؤساء دول المنطقة، ما هي المعطيات لديك حول مضمون هذه الاتصالات؟ طبعا هذه الاتصالات هي جاءت لي يعني تضع الامور في نصابها وتضع النقاط على الحروف، لا سيما بالنسبه للاتصالات مع الاتراك والسعوديين بالدرجه الاولى. طبعا ترجمه هذه الاتصالات نراها في ارض الواقع في المباحثات التي جرت اليوم في فيينا في النمسا لبحث الملف السوري، لكن يعني من حديث الرئيس الروسي لا سيما يوم امس في منتدى فالداي الدولي للحوار، يعني كان واضحا ماذا تصبو اليه روسيا. الرئيس الروسي قال بكل صراحه الامريكان يريدون الاطاحه بالرئيس الاسد، لكن نحن نريد ان نحارب الارهاب ونساعد الرئيس الاسد في دحر الارهاب. اذا بالنسبه لروسيا الموضوع محسوم، يعني الروس دائما يكررون هذه المسألة بأنهم لا نعم يتاجرون بمواقفهم المبدئية طيب ولا يبيعون حلفائهم، لذلك كانت هي مجرد يعني كان لابد أن تجري هذه الاتصالات لكي يؤكد الرئيس بوتين لهؤلاء، للرئيس التركي أردوغان، نعم للملك السعودي، بأن عليهم أن ينخرطوا في العملية السياسية وأن يكونوا شركاء في الحرب على الإرهاب، لا يقومون بإذكاء نار الحرب في سوريا من خلال مد نعم الجماعات المسلحة بالسلاح الذي يرى بوتين أنه في نهاية المطاف سيقع في أيدي داعش طيب وغيرهم. ننتقل إلى الزميلة ديما نصيف في دمشق. ديما، إذا كانت هذه المعطيات من الزميل سالم العبيدي حول الرؤية الروسية، السؤال موجه لك ولكن في نفس الإطار، لكن بحسب دمشق وبرؤية دمشق يعني هذه الزيارة ورسائلها ويعني توقيت انعكاساتها. نعم، في الحقيقة أحمد، يعني هذه الزيارة بداية تأتي في وقت يعني في سياق أولا الانخراط الروسي في دعم دمشق وفي الحرب على الإرهاب، وأيضا في سياق كل التصعيد سواء العسكري أو حتى يعني من خلال المناورات الروسية أو حتى الإيرانية أو حتى في التصعيد الإعلامي الذي يتولاه الرئيس فلاديمير بوتين أو حتى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من حيث كل الكلام عن يعني الامتناع عن الحديث عن مصير الرئيس الأسد، الامتناع عن حديث عن مرجعية للعملية السياسية تأتي في هذا السياق. طبعا هذه الزيارة هي أولا كسر للحصار المفروض على سوريا منذ بداية الأزمة إن صح التعبير، تعزيز للشراكة الروسية السورية وأيضا تعزيز لموقع الحكومة السورية وللقرار السوري فيما يتعلق بالعملية السياسية وبعدم الاستناد في هذه العملية لأي مرجعية، لأنه كما قلت لك يعني لم يتحدث لا بيان الكرملين ولا حتى بيان الذي نشر في وكالة سانا عن أن هناك من يطرح أن تكون مرجعية العملية السياسية هي بيان جنيف واحد كما ترفضه بصيغته الحالية الحكومة السورية، أو حتى بمرجعية كل المؤتمرات أو اللقاءات التشاورية التي جرت بين وفود الحكومة السورية أو حتى وفود المعارضة، أي أن هناك، وطبعا الحديث الذي بات معروفا عن تلازم الحسم العسكري ومواجهة والقضاء على الإرهاب وأيضا العملية السياسية التي ينتظر ربما، أو هناك من يتحدث هنا في دمشق بأنه ربما يكون هناك إطلاق أو إعلان أو ربما تفصيل شرح لماهية هذه العملية السياسية في يعني الأيام المقبلة، خاصة أن هناك يعني محاولة أو يعني هناك سعي إن صح التعبير أن تتلازم العملية السياسية مع هذه العمليات العسكرية ومع كل الاستعراض العسكري الذي تقوم به روسيا من خلال المناورات والرسائل طبعا من وراء المناورات أو حتى هذا الانخراط الروسي في الحرب على الإرهاب، والذي يعني كما نراه يعني تشكل من جسر جوي وصلت عدد الطائرات المقاتلة والمروحيات التي تتواجد في قاعدة حميميم الجوية إلى أكثر من 40 طائرة ومقاتلة، وأيضا طبعا الأسطول البحري الروسي الذي يعني يبدو بأن موسكو أيضا بصدد بناء
أبنائه، وطبعا سنأتي بالتفصيل على هذا الكلام طيب. خلال الحلقة، من أجل أيضا نعم. توسيع ديما وجودها. بالحديث عن المناورات، في ظل هذه المناورات التي تجري في المتوسط بعد الانخراط الروسي في سوريا، هل تتحسب دمشق والتحالف لأي تغيير في استراتيجية الحلف الأطلسي نحوها بعد القيام بهذه المناورات؟ لا، في الحقيقة أحمد، يعني انخراط الأطلسي ضد أو في الحرب على سوريا كان منذ بداية الأزمة، يعني منذ أن استدعت تركيا منذ بداية الأزمة صواريخ الباتريوت وطالبت الأطلسي بأن ينشر هذه البطاريات على كامل تقريبا على جزء كبير من الحدود الجنوبية لتركيا في الأناضول تحت ذريعة أو بعد إسقاط المقاتلة التركية التي اخترقت الأجواء السورية وتم إسقاطها في اللاذقية. عندها نشر هذه الصواريخ وجاء الهولنديون والألمان والأمريكيون من أجل مؤازرة الحليف التركي، وطبعا هو عضو في حلف الأطلسي، من أجل حماية حدود تركيا ضد الصواريخ السورية المزعومة، التي يعني كان من الواضح بأن دمشق ليست بصدد مثل هذه الحرب أو حتى مثل هذا التصعيد بأن تطلق صواريخ إلى داخل الأرض التركية، وخاصة أن كان الوضع العسكري في الداخل السوري يعني متدهور جدا، وحتى يعني الجيش السوري بصدد حربه على أكثر من جبهة ضد المجموعات المسلحة وضد المجموعات المتشددة. هذا واحد من صور الانخراط، يعني كان دائما الأطلسي إلى جانب تركيا في حربها ضد سوريا. أيضا كان هناك تورط للأطلسي أو هناك يعني تدخل للأطلسي إن صح التعبير من خلال غرفة عمليات أنطاكيا التي تتواجد أيضا في الجنوب التركي والتي يديرها ضباط من الأطلسي ومخابرات أمريكية وبريطانية وفرنسية، وهم يديرون كل عمليات المجموعات المسلحة التي تتواجد في الشمال السوري، في كسب، في إدلب، في جسر الشغور، الدعم اللوجستي، الدعم المعلوماتي، الإمداد، التسليح. أي أنه الأطلسي يعني لن يغير شيء اليوم الأطلسي من الحرب القائمة أو التي تقوم بها تركيا ربما نيابة عنه في الأرض السورية، ولكن ربما أيضا بالمقابل المناورات الروسية والانخراط الروسي اليوم في الحرب ضد الإرهاب في سوريا ستمنع كثيرا من تدخل أو من إمكانية أن يتدخل الأطلسي بأي شكل كان. طيب، إلى زميل منذر سليمان من واشنطن. منذر، حول زيارة الرئيس الأسد أيضا، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أنها لم تكن مفاجئة نظرا إلى الدعم الروسي لسوريا، وأعرب كيربي عن اعتقاده أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مشيرا إلى أن الخطوة الروسية تدعم سلطة الرئيس الأسد. وكان هناك أيضا تعليق من البيت الأبيض على زيارة الرئيس الأسد، حيث قال نائب الناطق الرسمي إريك شالتس: أخذنا علما برحلته ونعتبر استقباله بالسجادة الحمراء يتعارض مع الأهداف المعلنة لروسيا الخاصة بالتوصل لحل سياسي انتقالي. مدير، كيف يمكن أن نفهم هذا الكلام الأمريكي؟ يمكن القول أن هذا الانتقاد لم يكن لاذعا كما كان متوقعا. هل تتجنب واشنطن انتقاد زيارة الأسد إلى موسكو؟ يعني يلاحظ من التصريحات التي ذكرتها ومن كيفية تعاطي الإعلام الأمريكي بأشكاله المتنوعة بالمشارب السياسية أنه يمكن تقاطع مسألتين. الأولى أن بالتأكيد أن فوجئت واشنطن وغير واشنطن بما جرى وليس لها علم في ذلك، ولم تكن تعتقد بأن الأمور ستصل إلى حدود أن يتم استقبال الرئيس الأسد في موسكو. ولكن في المقابل يقال رغم الانتقاد المرن أو الانتقاد الخفيف، يتم المراهنة الضمنية تستطيع أن ترى بأنه ربما يكون هذا أحد أشكال أن روسيا تحاول إظهار أيضا أنها بالرغم من الانخراط العسكري الموسع في المسرح السوري إلا أنها أيضا كانت منخرطة سياسيا ولا تزال مستعدة للانخراط السياسي، وأن هذا الانخراط العسكري قد يولد وضعا جديدا نحو الانخراط السياسي. والدليل على ذلك هو هذا الاجتماع الذي تم، ونلاحظ في هذا الاجتماع أن هناك اجتماع في فيينا اليوم طرف واحد، يعني روسيا مقابل نعم بالتأكيد، يعني هناك الاتصالات التي أجراها بوتين بالرغم من التصريحات التي ذكرها المنتقدة للولايات المتحدة إلى أنه دعا ثلاثة أطراف يعني تعتبر أنها من طرف واحد مقابل روسيا بمفردها. إذن هناك انطباع في واشنطن لا يتم الجهر عنه بصراحة بأن روسيا قد تكون أيضا تمهد أو تساعد
من أجل الانخراط في عملية سياسية. وبالطبع هناك من يضع العراقيل لهذه العملية السياسية، تارة بشكل أساسي السعودية وتركيا بشكل واضح، وأحيانا أيضا الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة من جهة تود مسايرة وإرضاء حلفائها في المنطقة، ومن جهة أخرى لا ترغب في أن تظهر وكأنها تتنازل وتتراجع أمام بوتين الذي أخذ زمام المبادرة عسكريا وهو يحاول أخذها سياسيا أيضا. وتضطر الولايات المتحدة للتعامل مع هذا الجانب السياسي رغم أنها لا تزال تراهن على أن موسكو يمكن أن تعدل في موقفها وأن تطرح بعض المخرجات أو المقترحات للحل السياسي يصل بمنتصف الطريق إلى ما يطرح حول مصير الرئيس الأسد وغيره. ولكن يعني موقف موسكو حتى الآن موقف ثابت وواضح. إلى بيروت وإلى الزميل قاسم عز الدين. قاسم، هل تلجأ الدول الغربية إلى استنزاف روسيا في سوريا بتسليح الجماعات المسلحة بأسلحة نوعية كصواريخ ستينجر وهل المناورات توحي أصلا بذلك، في المقابل روسيا التي باتت تمسك بيدها مواجهة الإرهاب، هل سيكون يدها مفتاح الحل السياسي؟ مساء الخير أحمد لك وللزملاء وللمشاهدين الميادين. يعني بحقيقة الأمر لا تبدو هذه المناورات التي يقوم بها الحلف الأطلسي في المتوسط بصدد تدخل عسكري مباشر. هناك محاولات ل يعني هذه الاجتماعات التي تتم في فيينا للتنسيق بالدرجة الأولى ما بين تركيا والسعودية والولايات المتحدة قبل الاجتماع مع لافروف، هي البحث عن يعني أفق. اليوم على سبيل المثال هناك انشقاق عن هذا، عن يعني المنحى الأوروبي والغربي، ميركل وهولندا. بوتين سيدعو يعني كما يفكر يدعو ميركل وهولندا للاجتماع مع الرئيس الأسد في موسكو مرة أخرى. هذا يعني التشتت وعدم التماسك بالحلف الأطلسي وبتحالف واشنطن دفع تركيا والسعودية وقطر للتفكير بالاندفاع أكثر في اتجاه العمل العسكري والتنسيق على قدم وساق بإسطنبول اليوم بين الأركان لتزويد المعارضة. إنما الأساس في يعني المسار السياسي الذي يمسك به زمام المبادرة بوتين، وهنا مغزى الزيارة لكي يعني يثبت أنه كما يمسك بزمام المبادرة العسكرية يمسك أيضا بزمام المبادرة باتجاه الحل السياسي باتجاه مسار. وهنا خلاف كبير ما بين التفكير الروسي لمسار الحل السياسي وكل أصداء الأوروبية الغربية الخليجية لما يعني يتوخونه من الحل السياسي. بوتين حدد يعني الصراع مع الإرهاب وهزيمة الإرهاب الذي يؤدي ويفسح المجال إلى عملية سياسية، وقد يعني تعمد أن يشير باستقباله للرئيس الأسد في موسكو إلى أن الرمز لهذه العملية لبقاء سوريا في موقعها هو بقاء الرئيس الأسد على الأقل حتى تتحرر سوريا من الجماعات الإرهابية ويصبح من الإمكان إجراء إصلاحات سياسية ومشاركة بأشكال أو بأخرى. طيب، لنطلع أكثر على وجهة النظر الإسرائيلية عن هذه الزيارة وعن كل هذه التطورات، إلى زميل ناصر اللحام من بيت لحم. ناصر، كيف ترصد إسرائيل عسكريا واستراتيجيا التطورات وزيارة الأسد إلى موسكو، وكيف تنظر إلى المناورات والضربات في سوريا؟ هي كانت أول من سارع قبل غيرها إلى اعتبار الزيارة حصانة روسية للرئيس السوري، وحتى وسائل الإعلام وصفتها بالمفاجئة والنادرة أيضا. مساء الخير. في البداية فوجئت إسرائيل بالزيارة، ثانيا المحللون بعد ذلك في تعميق الأمر قالوا بأن روسيا لم تعطي الرئيس السوري بشار الأسد ضمانة حتى الأبد،
وإنما كانت فترة محدودة بنجاحات معينة في مجالات أخرى. ثانيا، دعبت إسرائيل عادة في خوض حروبها خارج فلسطين، ولاحظنا منذ بعد هزيمة 48 لغاية الحروب الأخيرة في السنوات الماضية كانت إسرائيل تسرح وتمرح في المشرق العربي وحروبها في الخارج، سواء بسلاح الطيران أو من خلال السفن البحرية أو من خلال عمليات الكوماندوز وغيرها. هذه أول مرة تتشابك فيها الخطوط لدرجة أنها لا تملك ولا تحكم في هذا الموضوع، ومع العلم بأنه في سماء سوريا يعمل 12 سلاح جو، 12 سلاح جو من مختلف دول العالم آخرها روسيا. من قبل كان الناتو، من بينهم اليونان، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، يضاف إلى ذلك الطيران الإسرائيلي دخل وتوغل، تركيا، الأردن، العراق، هولندا، ألمانيا، ثم جاء طيران السوري والروسي الآن بزخم كبير جدا في إطار أنه إسرائيل كأنما يعني تعزي نفسها من خلال أن هنالك خط تواصل أو التليفون الأحمر بين العميد يائير جولان وبين الجنرال نيكولاي بوغنوفسكي اللي هو ممثل في اللاذقية عن القوات الروسية العاملة في سوريا. على كل حال من الأحوال المشهد من وجهة نظري لم يتضح بعد بالنسبة للإسرائيليين، وإن كانوا يحافظون على وجه لا فيه تعبير التفاؤل ولا فيه تعبير التفاؤل، ويحاولون الاستفادة من الموجة الموجودة حاليا، لكن هذا رهن بالانتصارات على الأرض، رهن بهزيمة للمعارضة السورية أو أي نجاح للجيش السوري. وأقول بأنه نحن كثيرا قلنا بأنه في الحروب الجديدة سلاح الجو لا يحسم، والدليل على ذلك أنه كم قصفت إسرائيل غزة ولبنان من دون فائدة. في النهاية الجيش على الأرض هو الذي له الفضل في الانتصار أو الانكسار، وبالتالي سلاح الجو لاعب تعزيز قوي. وأؤكد مرة أخرى بأن إسرائيل تحاول أن تحشر نفسها بين 12 سلاح طيران يحوم فوق سوريا، كيف ستؤدي الأمور؟ أعتقد بأنه في النهاية من يقرر لكل أسلحة الطيران الموجودة، أنا أعرف قبل الفاصل يجب أن أختصر، لكن من يقرر هو الجيش السوري على الأرض. طيب نصر، سنتابع هذه الحلقة لكن سنتوقف الآن مع فاصل، ومن ثم نتابع القسم الثاني من بين عواصم القرار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من بين عواصم القرار، والتي نتناول فيها موضوع المناورات التي تجري في المنطقة، المناورات العسكرية، دلالات ورسائل هذه المناورات. ننتقل إلى واشنطن وإلى الزميل منذر سليمان. منذر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر اعتبر أن التدخل الروسي في سوريا أدى إلى تغير الهيكل الجيوسياسي للشرق الأوسط، والذي دام 4 عقود من الزمن منذ حرب تشرين عام 73، ودعا في رسالة وجهها عبر الصحافة الأمريكية الرئيس باراك أوباما للاتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول سوريا. وفي مقال مطول نشره في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أكد كيسنجر أن الولايات المتحدة تحتاج نظاما عالميا جديدا يمكن بفضله للقوى الكبرى استعادة الحوار بينها واعتماد مبدأ التوافقات الضرورية. بداية، ماذا يعكس كلام كيسنجر وكيف تتعاطى معه إدارة الرئيس أوباما؟ وهل فعلا ترى الإدارة الأمريكية بعد عودة روسيا على الساحة الدولية أنها بحاجة إلى تغيير في استراتيجيتها؟ نحن في الولايات المتحدة في سباق بين مغادرة الإدارة وبين الانتخابات الرئاسية القادمة، وما هي الاعتبارات التي تتحكم أكثر في أحيانا
في صوغ الممارسة الفعلية للسياسة الخارجية الأمريكية. طبعا طابع الحذر واضح تماما على أوباما حتى من ولايته الأولى، وليس بالضرورة في ما تبقى من ولايته، إنما من وقت لآخر يتصرف ببعض المبادرات الجريئة. السؤال أنه ليس فقط كيسنجر هو الذي دعاه إلى مثل هذا الأمر، دعا بريجينسكي رغم انتقاده الشديد، ومعروف بريجينسكي الذي هو يعني صنو لكيسنجر من ذكرى مستشاري الأمن القومي الذين يشكلون أبرز ما يعني قدم في التاريخ السياسي الأمريكي لمستشاري الأمن القومي، والذين لديهم نظرة استراتيجية كونية. تقريبا هناك الكثير من العقلاء في الولايات المتحدة يطرحون على الإدارة ذلك، ولكن هناك أيضا بسبب الموسم الانتخابي والمزايدات، فمعظم كل أعضاء الحزب الجمهوري وخارج الحزب الجمهوري ينتقدون أوباما ويدفعون أوباما نحو عدم المرونة تجاه ما يقوم به بوتين أو ما تقوم به روسيا. لذلك فعلا نحن لا نستطيع أن نجد حتى الآن أن هناك نهج من قبل هذه الإدارة، نهج متماسك يستطيع أن يقدم مبادرة حاسمة في الانخراط في العمل السياسي من الآن حتى نهاية عهد أوباما. كأنه يقطع الوقت ويحول دون وقوع أزمات مستعصية يمكن أن تحسب سلبيا على إرثه السياسي، أو قد تهدد حظوظ ما يمكن اعتباره الآن بشكل واضح هيلاري كلينتون التي يعني ستخلفه إذا استطاعت أن تنجح في الانتخابات الرئاسية. ولكن واضح تماما أنها هي الآن في مركز أقوى، وواضح أنها لا تنسجم مع أوباما في الكثير من بعض النقاط السياسية، وخاصة فيما يتعلق في المسرح السوري. يعني منذ الاتجاه واضح يعني من قبل واشنطن في ظل كل هذه الضغوطات والنصائح التي توجه إلى أوباما. يعني القائم حاليا أنه فيه خلاف داخل هذه الإدارة وداخل مجلس الأمن القومي، وبرز في أكثر من مجال. مثلا يعني نقول على موضوع التدخل في سوريا، يعني واضح أنه في اجتماع أخير يوم الاثنين كان هناك إعادة طرح لموضوعة المناطق الآمنة ومناطق الحظر الجوي وضرورة تحدي روسيا، وأنه يمكن أن يكون هذا الأمر هو الذي يفتح الثغرة في مجال البحث السياسي، بمعنى أن روسيا قد تتراجع ولن يكون هناك اشتباك، لن تقبل روسيا بأن يكون اشتباك فوق يعني على فوق في الأجواء السورية أو على المسرح السوري، وأن هذا قد يدفع مرة أخرى. طبعا من وراء هذا الأمر تركيا، بعض الدول الخليجية، وطرحه كيري بشكل واضح. ما جرى أن وزير الدفاع وآخرين داخل هذا الاجتماع، الاجتماع السري يعني اجتماع لم يكن للنشر وإنما تسرب عنه، وزير الدفاع وضع لهم لائحة طويلة لكل المتطلبات للقيام بعمل كمنطقة آمنة أو ملاذ آمن أو حتى منطقة حظر جوي، وتحدث عن الاعتبارات الأخرى والتي يمكن أن تنجم. بالتالي اضطر أوباما إلى تأجيل هذا الأمر وعدم البت به، وبالنهاية لم يتم اتخاذ القرار. هذا يعني يعطينا نموذج على كيفية معالجة الولايات المتحدة للأمر. هي الآن في موقع حرج هذه الإدارة، بأنها لا تستطيع أن تبدو ضعيفة أمام بوتين وأنه هو الذي يقود كل المبادرات، وفي نفس الوقت تفتش عن ميدان لإمكانية التفاعل المشترك مع بوتين والميداني. وهناك من يعتقد أنه مساندة بعض القوى المسلحة الميدانية في سوريا وتزويدها بأسلحة نوعية وقد يؤدي، لماذا الحديث عن الفشل الروسي والتكرار مثل هذا الحديث، هو محاولة أيضا لتهديد روسيا بطريقة غير مباشرة لأنه بإمكاننا الإقدام على أعمال خطيرة. ولكن السؤال يعني، وأنا لدي معلومات حول هذا الأمر لها علاقة في المناورات ممكن أن نتحدث لاحقا حولها، يمكن أن يكون بعض القوى تحاول الدفع بالولايات المتحدة بهذا الاتجاه، وأن تكون المناورات يعني جزء من هذا الأمر، رغم أن المناورات ليست مخصصة للتدخل في سوريا. ولكن لاحظ من التسمية السرية أو الكودية الرمزية التي تم اعتبارها كلمات سورو
يعني إدخال سوريا فيها. سوروتان، سوروتان يعني هي أصلا كلمة مركبة من سور وتان، أوتان يعني هي سور هي يعني الجنوب، يعني كلمة نروجية تعني الجنوب، وأوتان الفرنسية تعني أيضا يعني لها علاقة بحلف الناتو. فاستخدام كلمة قريبة جدا من سوروتان من سوريا يعني يعطي الانطباع بأنه ربما يكون لدى حلف الناتو أو لدى الولايات المتحدة مخططات، ولكن لا يوجد بالفعل، يعني هي مصادفة أن يكون هذا الأمر، رغم أنه تم وضع هذه المناورات وفي البال أن هناك دولة يمكن أن تكون في منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. نعم. يمكن أن يكون هناك ضرورة للتدخل السريع. إذن ننتقل إلى الزميل سلام العبيدي في موسكو من جديد. سلام، إذن كانت هذه حال الإدارة الأمريكية كما تفضل الزميل منذر سليمان، لكن العقيدة العسكرية الجديدة الروسية تقتضي باستخدام القوة خارج الحدود وحتى اللجوء حتى إلى السلاح النووي يعني لتوجيه ضربة وقائية. كذلك تجري روسيا مناورات بحرية، وعلى الأبواب هناك مناورات مع إيران في بحر قزوين، وهو مضمون الرسالة. وهل ما نراه في سوريا هو فعلا تطبيق للعقيدة الروسية العسكرية الجديدة؟ وهل ما نشهده هو تحرك على إيقاع الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ في الحقيقة يجب أن نعود إلى الحرب الباردة، وخاصة أزمة الكاريبي عندما كانت الحرب الباردة في ذروتها. آنذاك تم استحداث آلية لتفادي الصدام العسكري الذي كان يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وتدمير البشرية عن بكرة أبيها. لذلك الحديث اليوم عن هذه الآلية أصبح ضرورة ملحة. قبل تأزم العلاقات بين موسكو وواشنطن، بين روسيا والغرب، كان هناك مجلس تعاون بين روسيا والناتو، وكان هناك ممثلية لروسيا في حلف شمال الأطلسي في بروكسل. على خلفية الأزمة الأوكرانية كل هذه الآليات تعطلت، ولا توجد آليات الآن تتحكم بالعلاقات بين الطرفين عندما تكون الأمور على حافة حرب أو على حافة مواجهة مسلحة. لذلك كان هناك حديث عن ضرورة استحداث مثل هذه الآلية في سوريا لمنع الصدام العسكري، لمنع وقوع حوادث اعتراضية في السماء السورية بين الطائرات الروسية والطائرات طائرات التحالف الذي تقوده واشنطن. هنا أتفق أيضا مع ما تفضل بها الزميل منذر، وأتفق مع ما قاله هنري كيسنجر آنذاك يعني حول التحكم بالعلاقة بين موسكو وواشنطن. يعني حتى في أسوأ حالات الحرب الباردة كانت هناك آليات تتحكم بهذه العلاقة وتمنع وقوع صدامات بين الطرفين، بين المعسكرين، وكان هناك اتفاق أو تفاهم على مناطق النفوذ بالنسبة للاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة بين حلف وارشو وحلف شمال الأطلسي. لذلك عندما نتحدث اليوم على العقيدة العسكرية الروسية الجديدة، لا سيما بعد أن طلب الرئيس بوتين بتعديل وإيجاد صياغة جديدة لاستراتيجية الأمن القومي الروسي، يجب أن نفهم أن بوتين، أن موسكو باتت تعي بأن الأوضاع الحالية في العلاقات الدولية، خاصة على محور العلاقات بين موسكو وواشنطن، باتت لا تحتمل، ولا بد من أن تتعامل روسيا بجدية مع كل هذه التحديات والتهديدات، ليس فقط ما يتعلق بمحاولة الولايات المتحدة الهيمنة عالميا، وكذلك لمواجهة الإرهاب الذي يعتبره الرئيس بوتين بات على أعتاب داره. بالنسبة لروسيا، سوريا هي عتبة هامة وهي منفذ لها على البحر الأمني ضد المتوسط. وهنا أود أن أذكر بشغلة، يعني بمسألة قصيرة جدا. اليوم نشرت في الصحافة البريطانية مذكرات، أو بالأحرى وثائق كشفت اليوم عن مراسلة بين وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوزراء البريطاني في عام 1957، كان يحذر من أن أي تدخل محتمل للغرب في سوريا سيؤدي إلى تدخل مباشر للاتحاد السوفيتي، لأن روسيا لم تسمح
يعني الاتحاد السوفيتي السابق آنذاك لم يكن يسمح بأي تدخل في سوريا. يعني منذ ذلك الحين كانت روسيا تنظر إلى سوريا على أساس أنها منطقة ذات أهمية استراتيجية قصوى بالنسبة لها. لذلك هذا الحديث في روسيا الآن عن العقيدة العسكرية الجديدة، عن استراتيجية الأمن القومي بما يتناسب مع مصالح روسيا والتهديدات التي تراها سواء كان من قبل الإرهاب أو من قبل السيطرة الأمريكية على القرار ننتقل إلى الدولي و... الزميل نعم نعم ننتقل إلى زميل قاسم عز الدين من جديد في بيروت. قاسم، إلى أي مدى يمكن يعني أن يؤثر التسليح كل من تركيا وقطر والسعودية للجماعات المسلحة في سوريا، خاصة بعد هذه المرحلة الجديدة بعد المشاركة الروسية العسكرية في سوريا؟ روسيا وإيران تستكملان مواجهة الجماعات المسلحة، وحتى يمكن أن يصل الأمر إلى إنزال قوات برية على الأرض. طيب، ما هي خيارات كل من تركيا والدول الخليجية؟ يعني قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من خلفية. هناك تناقض واضح بين استراتيجيتين الروسية والغربية، سواء العسكرية أو الحل السياسي. عسكرية روسيا تقول هذا سوريا أمن قومي لروسيا، وهذا أمن قومي له خط ذهاب وعودة، معناها كمان دمشق لها بعد استراتيجي وعمق استراتيجي يصل إلى موسكو مرورا بإيران. هذا بالمعنى الاستراتيجي معناها أن سوريا لم تعد منطقة أو حلم لمنطقة نفوذ لدول تحالف واشنطن بما فيها تركيا وبما فيها دول الخليج. على الصعيد السياسي بنفس الاتجاه، الطرح موضوع رحيل الأسد أو عدم رحيل الأسد، هذه يعني إيديولوجيا تاريخية بالولايات المتحدة ولم تكن في أوروبا، شخصنت النظام أو شخصنت الدولة. إذا أسقطنا رأس النظام معناها يمكن أن تتحول موقع البلد، ورأيناها يعني في كل ما حدث خاصة في المنطقة العربية من ليبيا إلى اليمن إلى مصر إلى كل المناطق. ليس بالضرورة أن تؤدي إلى النتيجة، لكن الإيديولوجيا تستمر ويستمر البحث فيها. روسيا ماذا تقول؟ تقول أن الأساس هو الدولة وليس السلطة وليس نظام الحكم وليس من يحكم، وهي تسير ولا يمكن أن تتراجع عن هذه الوجهة. السؤال، هل ستتدخل عسكريا دول حلف واشنطن بالسلاح لمجابهة روسيا، ولنكن واضحين، لمجابهة روسيا في سوريا وإلى أي حدود؟ هل تذهب واشنطن إلى كسر عظم في استنزاف روسيا فوق سوريا؟ خاصة أن روسيا عندما أخذت هذا القرار وتسير فيه على الملأ، سواء يعني من زيارة الرئيس بشار الأسد أو المحاولات التي تدعو إليها كل الدول لكي تنضم إلى مبادرة روسية، روسيا تطرح فرض تحالف واشنطن، فرض استراتيجية تحالف واشنطن العسكرية والسياسية، لكنها بنفس الوقت تدعو إلى توسيع هذه المحاولة لمكافحة الإرهاب في سوريا. كيف ستتجاوب دول تحالف واشنطن؟ أكيد هي تستند إلى قوى على الأرض وتعمل على تسليحها. إلى أي حد؟ خاصة في المقابل أن إيران وحلفاء الجيش العربي السوري ومدعومين من روسيا، وقد يكون يعني لأن بوتين لمح إلى إمكانية حتى مشاركة دول الاتحاد الأوراسي، فروسيا تتجه إلى معركة لحسم وضع السوري. وأنا أعتقد أن يعني الولايات المتحدة فهمت إلى حد ما، ولذلك ردت بمجابهة داعش في العراق. السؤال المطروح، هل تقدر دول تركيا ودول الخليج أن تواجه روسيا في فوق الأراضي السورية والأجواء السورية أم لا؟ حتى الآن يبدو يعني يبحثون الأمر ويبحثون عن مخارج. إلى أي حد هذا يعني لا يتضح الآن. طيب، ننتقل إلى زميلة ديما نصيف في دمشق. ديما، سوريا ما قبل ما بعد عفوا قمة الرئيس الأسد بوتين، هل ستكون غير سوريا
ما قبل هذه القمة، وكيف ستستفيد دمشق من مناورة الحلفاء، وبحسب سوريا كيف سينعكس ذلك سياسيا وميدانيا أيضا؟ نعم أحمد، يعني كما هو معروف أن المناورات يعني تقوم على وجود عدو مفترض، تقوم هذه القوات باختبار جاهزية القوات وأيضا الأسلحة المستخدمة في هذه المناورات. طبعا قبل الانخراط الروسي في سوريا في الحرب على الإرهاب، كان قد طلب الرئيس بوتين في أيلول من عام 2014 بالقيام، يعني طلب قواته بالقيام بمناورات جوية لاختبار قدرتها على نقل قوات كبيرة. وطبعا هذه المناورات هي التي أسست إن صح التعبير للدخول والانخراط الروسي والجسر الجوي، ومن ثم الجسر البحري الذي نقل الآلاف من الأطنان للذخائر والأسلحة والصواريخ والمعدات وأيضا للعناصر والضباط. يعني روسيا لم تأتي فقط بمقاتلات ومروحيات أو حتى ببارجة أو اثنتين في قاعدة طرطوس أو حتى في قاعدة حميميم الجوية، هناك آلاف الأطنان من الذخيرة، أسلحة، ضباط، جنود، خبراء، استشاريين، كلها يعني جاءت عبر الجسر الجوي والبحري، ومن ثم طبعا تدرج هذا الجسر البحري والجوي إلى الانخراط في القصف وفي الغارات الروسية على معاقل المسلحين، وخاصة التي تركزت في بداية المناورة الغارات الروسية على معاقل جيش الفتح، الذي يعني سنعيد فقط يعني لكي تكون واضحة الصورة وثابتة بأنه غالبية المتواجدين أو المنضويين تحت هذا الجيش هم من الجمهوريات القوقازية ومن جمهوريات آسيا الوسطى، الذي تخشى روسيا من عودتهم ومن تهديد موسكو أو حتى تهديد الأمن القومي الروسي. لذلك يعني الدخول الروسي في سوريا هو الأبعد من فكرة، هو لا شك حسابات إقليمية ولكن أيضا حسابات الأمن القومي الروسي الذي يتجلى في المخاوف الحقيقية من عودة هؤلاء. الرئيس بوتين تحدث عن وجود 4000 منهم في سوريا، يقاتلون في سوريا، وهو يخشى أن يعني يستعيدوا أو يستوردوا قدراتهم القتالية أو تجربتهم القتالية في الأرض السورية إلى تلك المناطق. لكن هناك بعض المصادر التي تتحدث عن وجود أضعاف هذه الأرقام. بكل الأحوال طبعا هذه المناورات أسست إلى الجسر الجوي والبحري والانخراط الروسي. سياسيا طبعا سينعكس هذا الموضوع بالنسبة لدمشق بأن يكون هناك تعزيز للموقف السياسي السوري، تعزيز للرؤية السياسية للحكومة السورية للحل السياسي، وطبعا تجلى أكثر فأكثر في دعم هذا الموقف بزيارة الرئيس الأسد إلى موسكو وتظهيره كحليف حقيقي واستراتيجي للرئيس بوتين أولا وللدولة الروسية ثانيا. والى جانب طبعا بانه يعني هذا الاستعراض العسكري الكبير وهذه المناورات وهذه القدره الناريه هي طبعا لا تملكها لا قوه في الاقليم ولا حتى سوريا نفسها، وهذه ايضا رساله اضافيه. اما على الصعيد العسكري فطبعا هناك افاده كبيره من هذه المناورات، لانه ستعزز العمليات الميدانيه على الارض السوريه. ايضا يعني هذا سيثبت بانه الحليف الروسي والحليف الايراني ايضا بالمقابل لن يتوقف عن امداد الحليف السوري لا بالخبراء ولا بالأسلحة ولا حتى بالقدرات القتالية التي تسهم في الحرب وفي مواجهة الإرهاب في الأرض السورية. طيب ننتقل من جديد إلى زميل ناصر اللحم في بيت لحم. ناصر، القناة العاشرة الإسرائيلية كانت قد عرضت صورا التقطها قمر صناعي إسرائيلي للقاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم بالقرب من مدينة لاذقية، تظهر فيها الطائرات الحربية الروسية والمروحيات ومسارات الإقلاع والهبوط، وأشارت أيضا إلى أن هذا القمر الذي خصص لملاحقة الأنشطة النووية الإيرانية بات اليوم موجها تحديدا لملاحقة النشاط العسكري الروسي في سوريا. بداية، إلى ماذا تشير هذه المراقبة الإسرائيلية للتحركات العسكرية الروسية؟ ومن هنا يمكن أن نسأل عن العلاقة في هذه المرحلة بين إسرائيل وروسيا، وكيف ستتعاطى إسرائيل مع كل هذه المرحلة الجديدة؟ وهنا لابد من الإشارة نصر إلى مضمون تقرير صدر عن مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، أوصى بضرورة الانخراط مع الجهات الإقليمية والدولية في السعي نحو إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وضرب المحور الراديكالي الذي يشكل التهديد الرئيسي والاستراتيجي لإسرائيل.
في الحقيقة حتى يعني نخرج من دائرة إقناع أنفسنا أو أننا نتحدث مع بعضنا البعض. بالمشهد الإسرائيلي ينطبق المثل الشعب الفلسطيني الذي يقول وحياة الجماعة وأنا منهم. يعني إسرائيل معروف دورها، هي كلب يحرس مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن ينبح على ملك، ينبح على رئيس عربي، يعتدي على أرض عربية، لكن حين يدور الحديث عن دول عظمى فهذا الكلب فقط يملك أن يهز ذنبه. ونحن نتحدث في الاستراتيجية العميقة، يعني لا نقوم بتسخيف الأمر، بل بالعكس هذا هو المشهد بالضبط. إسرائيل يمكن أن تقوم بالتباهي أمام دول العالم الثالث. سيلفا كاير لما زار تل أبيب تباهوا باعتادهم العسكري وغيره، والآن هم متطفلون في المشهد السوري بكل معنى الكلمة. نحن نتحدث عن دولة عظمى، والحقيقة الأمر معقد أكثر مما نعتقد، لأنه دخول الدول العظمى وخصوصا أمريكا وروسيا في مجال واحد وفي ميدان واحد للعمل هذا لا يحدث، هذا خبر كبير لم يحدث إلا في 44 في نهاية الحرب العالمية الثانية في برلين، وانتهى بتقسيم برلين، انتهى باتفاقية يالطا. الآن إبداعية بوتين إذا كان مجاز أن نتغزل به، ربما من شدة كراهية العرب لأمريكا المثقف العربي يتباهى ببوتين، والأفضل أن نتباهى بأنفسنا وبقياداتنا. يعني أنا ضد ترحيل الأمر إلى حالة الغزل السياسي بروسيا. المشهد الإسرائيلي يبدو بأنه الآن دوره انتهى، وأنا أقول دوره انتهى لأنه لديه مشاكل الداخلية. سأقول لك حوار يمكن أن يدلل، حوار أيضا في القناة العاشرة، بما أنه الحديث عن قنوات إسرائيلية تلفزيونية نصف حكومية، سواء الأولى أو الثانية أو العاشرة أو الثامنة أو الكنيسة، هي قنوات نصف حكومية، الحكومة تمولها وتقرر برنامجها. هذه القناة تحدثت ذات يوم عن الدخول الروسي في جورجيا، وتساءل محلل عسكري وأنا أذكر ذلك، قال كيف استطاعت روسيا أن تدخل جورجيا وتأخذها وتبتلعها في ساعتين؟ ولا الأقمار الأمريكية ولا الأقمار الإسرائيلية ولا الأقمار الناتو استطاعت أن تتنبأ أو تتوقع ذلك. وتذكر ذات يوم سئل سؤال استفزازي لوليد المعلم حينما تاهت طائرات أمريكية وقصفت داخل الأراضي السورية، قالوا له هل ترد سوريا وتضرب أمريكا؟ فرد المعلم وقال لهم لسنا جورجيا. بمعنى آخر أن المعلم بحنكته السياسية يعرف تماما حينما يدور الحديث عن دول عظمى من الوزن الثقيل، كما وأذكر مرة أخرى من باب التوصيف وليس من باب التسخيف، كلب صغير شيواوا مثل إسرائيل أمام الجيوش العظيمة، يعني فقط يهز ذنبه. الآن إذا قمر اصطناعي صور، ما بجوز القمر الاصطناعي الإيراني صور تل أبيب كلها وإحنا مش عارفين، إذا علب يسبك وبيسرب لوسائل الإعلام. مسألة التسريب لوسائل الإعلام هي جزء من الاستراتيجية العسكرية. نعم ناصر، إذن انقطع الاتصال مع زميل ناصر الهام، ربما سنعود الاتصال به. إذن نتوقف الآن مع فاصل قصير ومن ثم نتابع القسم الأخير من هذه الحلقة من بين عواصم القرار. أهلا بكم من جديد إلى القسم الأخير من حلقة بين عواصم القرار. ننتقل إلى الزميل قاسم عز الدين من بيروت. قاسم، في ظل كل هذه المناورات، هل يعني نحن أمام انفراجات سياسية، خاصة بعد كثرة الكلام عن حلول سياسية للأزمة في سوريا، وخاصة اليوم بعد هذا الاجتماع في فيينا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وصفه بالبناء والمثمر؟ لا يملك أن يقول غير ذلك جون كيري، لأن هذه الاجتماعات تفرز موازين قوى لحقيقة كل طرف.
في سوريا الطرف الأساسي الذي يمسك بزمام الناصية هو روسيا، إيران وسوريا، الجيش العربي السوري، وإمساك بالوضع العسكري والوضع السياسي في سوريا لا يتيح كثيرا من المجالات لا للولايات المتحدة ولا لحلفائها سواء تركيا أو دول الخليج. وبنهاية المطاف المعركة على الأرض، ومن سيحسم المعركة على الأرض هو الذي سيفرض شروطه. لكن هذا المسار الذي بدأت به روسيا بالتفاهم والتحالف مع إيران ومع الجيش العربي السوري سيمضي إلى النهاية. إذا كانت الولايات المتحدة ستعرقل طبيعة الحال ستلجأ إلى عرقلة، أما إذا كانت ستلجأ إلى حرب استنزاف، روسيا وحلفائها يملكون خيارات أخرى، يملكون الاقتحام ومهاجمة الحلف الأطلسي سواء بأوروبا أو بأذربيجان أو حتى من العراق وإلى اليمن. الخيارات مفتوحة أمام هذا التحالف، لكن حتى الآن في سوريا يبحثون عن حل، لأن سوريا هي واسطة العقد في المنطقة، وقد تكون يعني تقاطع الأمر الساخن الذي يؤثر على الوضع العالمي. لذلك تسير روسيا باتجاه حوارات دبلوماسية أكثر منها حوارات سياسية لهذا المسار، ومشاركة ما يمكن مشاركته من هذه الدول، مثلا الاقتراح المصري أو التنسيق اليوم بين الأردن وروسيا، تجمع حولها تأييد أوروبي، تأييد منطقة، لكن في المسار نفسه إلى أن الأمر في سوريا محسوم باتجاه قهر هزيمة هذه الجماعات التي تشكل خطر على كل المنطقة وعلى روسيا، وإعادة بناء الدولة في موقعها الاستراتيجي الذي كان قائما قبل الأزمة، وقد يكون أكثر في اتجاه يعني الشرق وليس في اتجاه الغرب، بالتحالف مع إيران ومع دول المحيط الحيوي الروسي. طيب ننتقل من جديد إلى زميلة ديما نصيف في دمشق. ديما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد نقل عن الرئيس الأسد قوله أنه ينظر بإيجابية لمشاركة المعارضة المسلحة في الحرب ضد الإرهاب، وأن موسكو تعمل باتجاه الاتصال بالمعارضة السورية المسلحة لكي تنخرط في هذه الحرب. طيب أين هي دمشق من كل ذلك، من كل هذه الطروحات والحديث عن حلول للأزمة؟ يعني في الحقيقة أحمد، أنه الحديث عن إشراك المعارضة السورية في الحرب على الإرهاب، طبعا هذا الأمر يعني استبقته دمشق، استبقت حتى الطرح الروسي في هذا المجال، إذا كان هذا طرح رئيس بوتين للرئيس الأسد، لأنه كما تعلم يعني كل التسويات والمصالحات التي جرت في أرض سوريا كانت تعيد هؤلاء المسلحين إلى يعني حض الدولة وإلى القتال إلى جانب الجيش السوري، بعد أن كانت هذه المجموعات تقاتل الجيش السوري ضمن يعني في صفوف اللجان الشعبية أو حتى في صفوف الدفاع الوطني، وهي فعلا يعني أبلت بلاء حسنا في أكثر من جبهة. أو هناك أيضا من يعني لا يسلب سلاحه الفردي ويبقى في المناطق التي هو يتواجد فيها كلجان تحمي الأحياء. هذه الصيغة تبعتها دمشق بطبيعة الأحوال، وهي لم تعارض يوما أن يكون هناك تسوية مع المجموعات المسلحة، ولكن كانت دائما تشترط أن تكون المجموعات السورية فقط. يعني في كل المصالحات والتسويات كان هناك شرط إما بإبعاد المجموعات الأجنبية بمغادرتها للمنطقة التي تخضع للتسوية، أو أنه إذا لم ترضى هذه المجموعات كانت تخضع المنطقة لحسم عسكري. وبالتالي هذا الطرح يعني أولا يؤكد بأنه دمشق سارت مسبقا في هذا الإطار، ثانيا بأنه لا يزال الأولوية حتى في هذا الطرح هو الحرب على الإرهاب. يعني حتى هذا الطرح كان في جنيف 2 عندما كان يقول وفد الحكومة السورية بأنه الأولوية لمكافحة الإرهاب، وأنه فيما بعد يتم نقاش بقية النقاط سواء في بيان جنيف 1 أو حتى في النقاط التي كان يحاول أن يطرحها وفد الائتلاف السوري، ولكن كان هناك طبعا إصرار من قبل وفد الائتلاف بأن يكون هناك
حكومة أو هيئة حكم انتقالية هي التي تكافح الإرهاب. هذا يعيدنا إلى نفس ما كانت تطرحه دمشق وما تتوافق فيه مع موسكو بأن الأولوية للحرب على الإرهاب حتى في ضم صفوف ما يسمى بالمعارضة المسلحة المعتدلة أو غير معتدلة. حتى موسكو نفسها يعني على لسان سيرجي لافروف قال أين هو هذا الجيش الحر حتى نذهب إليه ونتفاهم معه أو حتى يعني نشركه في هذه الحرب على الإرهاب. بمطلق الأحوال كما قلت لك العناصر المسلحة السورية كانت تعود إلى يعني إلى حضن الدولة وكانت تقاتل مع الجيش السوري وهي تقاتل الآن في جبهات كثيرة، وبالتالي هذا الطرح هو قائم لدى سوريا. أما فيما يتعلق بالطروحات للعملية السياسية طبعا كله رهن، يعني لن أعيد مجددا بأنه الأولوية لمكافحة الإرهاب ولمواجهة الإرهاب والقضاء عليه. يعني هناك أيضا بات يعني لسنا نحن فقط في إطار أو مصطلح مواجهة الإرهاب، لا بتنا في مصطلح القضاء على الإرهاب قبل العملية السياسية، وربما يكون هناك طرح يعني أكثر مرونة بأن يتلازم هذين الأمرين. طيب. في يعني طبعا سيتبين ذلك أكثر في الأيام المقبلة، ولكن من الممكن السير في المسارين الحسم ضد الإرهاب وأيضا إطلاق عملية سياسية ترضى يعني الأطراف التي ستنضوي في هذه العملية سواء في حكومة وحدة وطنية أو في حكومة انتقالية أو ما إلى هنالك، أن ترضى أن تكون الأولوية هي مواجهة الإرهاب وطبعا تحييد أي مطلب آخر فيما يتعلق بمقام الرئاسة السورية أو فيما يتعلق بالنظام السوري. طيب ننتقل إلى زميل ناصر اللحام من جديد. ناصر، تحدثنا منذ قليل معك عن إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية وعلى الساحة السورية أيضا والتقرير الذي صدر عن مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، لكن في ظل كل هذه التحالفات التي تقام ضد تنظيم داعش، هل يمكن للقول اليوم أن داعش دخل على خط الانتفاضة الفلسطينية؟ هذا التنظيم اليوم أصدر تسجيلا مصورا هدد فيه إسرائيل. إسرائيل كيف تعاطت مع هذا التسجيل ومع هذا التهديد؟ إسرائيل روجت أحمد لهذا الشريط وباللغة العبرية المتقنة. اثنين، جاء ذلك بعد ساعات من اتهام أبو مازن لنتنياهو بأنه يحمي داعش وجبهة النصرة ويقصد حدود الجولان. ثلاث، في هذا الإطار أعتقد بالنسبة لنا هنا في الأرض المحتلة بالنسبة لإسرائيل أيضا على المستوى العسكري تاري، داعش ظاهرة صوتية إعلامية. سأقتبس من أهودي عاري أحد المحللين المتابعين للشأن العربي في القناة الثانية، قال بأعظم التقديرات داعش 37,000 مقاتل، حزب الله لحاله بإمكانه يقتلهم، لا داعي لاستخدام القوة تجاهه، وبالتالي هذا الاستخفاف الروسي بداعش أنا أتفق معه. أما فيما يتعلق بالصورة بشكل عام، ربط الأمور بفلسطين، لا شك بأنه اليوم مثلا في إحدى التقارير العسكرية قرأت بأنه إسرائيل قلقة من أنه الجيش السوري عاد يعمل في القنيطرة، عاد موجود على الأرض بحماية روسية، وهذا هو المهم. إن جاز لي الوقت والتعبير والكثافة، وسأقول لك بأنه الرؤية من هنا فيما يتعلق بالمحلل الإسرائيلي يوم ثورة 25 يناير في مصر، قال السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، قال ثلاثة جيوش على الأرض تحمل العرب: الجيش المصري، الجيش العراقي، الجيش السوري. وقال الجيش العراقي انتهى، والجيش المصري الآن يغرق في الشوارع. طبعا الحمد لله الله نجاه من مؤامرة دولية كبيرة، الجيش المصري الآن معافى ويفخر به. والجيش السوري صدم أحمد، فقط أنه الجملة، الجيش السوري صدم المحللين العسكريين الإسرائيليين بشكل كامل، لم يكن أحد يتوقع، اعتقدوا بأنه تنشأ في درعا الأمور وتنتهي يعني بهذه السخافة. اعتقدوا الجيش السوري أربك جميع المحللين، وأقول لك أن التدخل الروسي الآن قياسا مع داعش وكل العوامل مرهون بعامل الوقت، مرهون بست نقاط: عامل الوقت، الإنجازات الكبيرة، مصر إحدى الإنجازات، العراق دخوله في الموضوع اليوم أرعب الغرب وأرعب إسرائيل بأنه روسيا اليوم لها في العراق. طيب. فيما يتعلق بالأردن موقف حيادي إيجابي. آخر نقطة، تركيا موقف سلبي. وفيما يتعلق ببقاء هذه الجيوش العربية، أعتقد لولا وجود الجيش العراقي والجيش السوري والجيش المصري لكانت لوكسمبورغ احتلت العرب من زمن. طيب ننتقل إلى زميل منذر سليمان. منذر، لو سمحت باختصار سؤال لك في ثلاث نقاط: هل يمكن أن يتصاعد الموقف في المسرح السوري إلى درجة وقوع ما يؤدي إلى تأزيم العلاقة بين واشنطن وموسكو وإغلاق باب التفاعل المباشر؟ ولأي مدى
واشنطن تضع هذا الأمر في الحسبان، وهل ستعمل واشنطن على تقديم سلاح نوعي وجديد فعال لمضاد للطائرات مباشرة أو بواسطة حلفاء إقليميين للجماعات المسلحة؟ وهل من الممكن أن تؤدي المناورات الأطلسية إلى التدخل العسكري الأطلسي في الأزمة السورية وخاصة عبر تركيا؟ تعطيني ربع ساعة ولا باختصار لو سمحت؟ سأحاول بأسرع ما أستطيع. في العلم العسكري والخبرة العسكرية يقال أن الهواة يتحدثون عن التكتيك والاستراتيجية، بينما المحترفين يتحدثون عن اللوجستيك، يعني عن الإمداد والإدارة. نحن أمام وضع مسرح سوري في الانخراط الروسي الذي تم حتى الآن، وكيفية التعامل معه إن كان من الحلف الأطلسي أو من الولايات المتحدة، سينظر إلى مسألة الإمداد والإدارة أو المسألة اللوجستية. المسألة اللوجستية هنا نلاحظ أن هؤلاء التكفيريين الإرهابيين الذين عاثوا فسادا في سوريا، لو لم يكن قدرتهم على لوجستيا أن يدخلوا من تركيا ومن لبنان عندما كان لبنان حدوده مفتوحة قبل أن يغلقها حزب الله وحلفائه، وفي نفس الوقت من الأردن لا يزال المسارب قائمة، ما كان يمكن لعشرات الآلاف أن يتدفقوا. الآن هذا الخط الطويل لروسيا للتدخل، هذا خط تراهن عليه الولايات المتحدة. عندما يتحدثون عن الفشل هم ينظرون إلى أن يكون هناك محدودية للفعل الروسي، وأن يتم اضطرار روسيا إلى أن تتدخل بشكل أوسع من الآن. يعني بعض الطلعات الجوية بمعدلها 30-40 طلعة جوية في اليوم، هذا لا يكفي في للحسم العسكري المساند طبعا ميدانيا. القوى الأرضية البرية هي التي ستقوم بذلك. نعم. ولكن لذلك هذه الفسحة نجد لماذا لا يتم انضاج الحل السياسي. بمعنى أن لدى التفكير الأمريكي والتفكير لدى الحلف الأطلسي وغيره أنه يمكن توريط روسيا إلى درجة أن هذا التوريط يتم بشكل مباشر أيضا بردة الفعل من قبل حلفاء الولايات المتحدة والولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة. فعلا عملية الاستنزاف قد تتم، طالما أنه لم ينضج الحل السياسي الاستنزاف سيتم، وهناك إمكانية لفعلا أن يتم محاولة معاقبة روسيا، معاقبة بوتين، ومحاولة إيذاء بوتين لكي يصل وضعية عبر الجماعات المسلحة وتزويدها بأسلحة. طيب. لأن يكون هناك ظرف أن تضطر فيه روسيا إلى التراجع. هذا الاحتمال وارد وممكن طالما أنه لا يتم الاستجابة للدعوات الروسية الصادقة للحلول السياسية، وتكون هناك لهجة عليا من قبل حلفاء الولايات المتحدة تجاه ما يتم في سوريا. طيب سلام، سنختم هذه الحلقة مع سؤال لك واختصار لو سمحت، دهمنا الوقت. هل يمكن توريط روسيا، وما هي رؤية موسكو للمرحلة المقبلة في ظل كثافة هذه المناورات والتحديات والرسائل المتبادلة؟ لو سمحت لو تعدد لنا أبرز نقاط الخطة الروسية وبنودها. بخصوص تورط روسيا، يعني كثيرون يتحدثون عن احتمال تكرار السيناريو الأفغاني في سوريا، لكن روسيا تعي تماما بأنها لن تتورط، وهذا ما أكده الرئيس الروسي وغيره من القادة الروس، باعتبار أن عملياتهم تقتصر على العملية الجوية وضرب أوكار والبنى التحتية للجماعات المسلحة والإرهابية، لأن هناك قوات برية على الأرض تتمثل بالجيش السوري وبحلفاء الجيش السوري. هذا من ناحية. استنزاف روسيا أيضا يبدو صعبا، لأن هذه العمليات الجوية ليست مكلفة. هناك يعني تقديرات من قبل الحكومة الروسية ومن قبل الخبراء بأن كلفة العملية الجوية الروسية لا تزيد عن كلفة أي مناورة عسكرية تقوم بها روسيا بشكل شبه يعني دوري في على الأراضي الروسية. لذلك أيضا من ناحية الاستنزاف هذه المسألة يعني مستبعدة. من ناحية أنه احتمال وقوع أسلحة مضادة للجو يمكن أن تسقط بها الطائرات الروسية، الروس يعتقدون وطرحوا هذا الموضوع في أحاديث مع الجانب الأمريكي، يستبعدون أن تقع مثل هذه الأسلحة
بيد الجماعات المسلحة في سوريا، لأنها ستكون أيضا تحت التهديد طائرات التحالف الذي تقوده واشنطن. إذا أخذنا كل هذه الأمور وكل هذه الدراسات، لأن الروس يقولون أنهم أقدموا على هذه العملية بعد دراسات دقيقة، ويعني بعد أن قاموا بتحليل كل العواقب التي يمكن أن تترتب على عمليتهم العسكرية في سوريا. هنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه العملية العسكرية الروسية، يعني لا يخفى أن روسيا تسعى لأن يتم القضاء أو تهجير الجماعات المسلحة في سوريا، بحيث يتمكن الجيش السوري من بسط سيطرته على التراب الوطني السوري، خاصة على الحدود. واليوم إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن لافروف ونظيره الأردني ناصر جودة قد اتفقا عمليا على التنسيق بين البلدين، هذا يعني أن روسيا عمليا بدأت تؤمن في المرحلة القادمة بعد أن يصل الجيش السوري إلى الحدود مع الأردن، تأمين أنه عدم استخدام الأراضي الأردنية للانطلاق إلى في عمليات على سوريا. لذلك يمكن القول أن روسيا تمشي وتمضي بمخطط مدروس دراسة تامة. ويجب أيضا أن نأخذ النظر الاعتبار مسألة حيوية وهامة، وهو أن الروس حذروا الأمريكان أنه عندما تقلع الطائرات الروسية لقصف أهداف، فيفضل من الطائرات الأمريكية وطائرات التحالف أن تبتعد عن تلك المنطقة. هذه خطوة باتجاه العمل باتفاقية أو معاهدة الصداقة والتعاون والدفاع المشترك بين موسكو ودمشق. يعني نحن نرى أن الأمور تسير بهذا الاتجاه، باتجاه إبعاد الولايات المتحدة تدريجيا وحلفائها عن سوريا، بما في ذلك إبعادهم عن الأجواء السورية، بعد أن تبسط روسيا سيطرتها وهيمنتها الجوية، وبعد أن يسيطر الجيش السوري على معظم سلام العبيدي، خاصة على الحدود مع تركيا. شكرا جزيلا لك، وأشكر كل الزملاء الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من بين عواصم القرار. إلى اللقاء.